لقد خلق الله سبحانه وتعالى أصنافاً متنوعة من المخلوقات التي اختلفت فيما بينها في أصل الخلقة والمنشأ، كما اختلفت في صفاتها وسماتها، ومن بين تلك المخلوقات الجن والشياطين. وقد تحدث عن عالمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما وردت أحاديث نبوية شريفة في وصفه. وإن هذا العالم بلا شك يختلف عن عالم الإنس الذي ننتمي إليه اختلافاً بيناً واضحاً. فما هو هذا العالم الغائب عنا؟ وما الفرق بين الجن والشياطين؟ سوف نتعرف على كل هذا، فتابعونا. المتفكر في القرآن الكريم يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خاطب في كتابه الكريم الإنس والجن بخطاب واحد عندما بيّن سبب خلقهم، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة واجبة على كل من الإنس والجن بدون استثناء. وقد بيّن الله تعالى اختلاف كل منهم، فالإنس خلقوا من طين، بينما الجن خلقوا من مارج من نار. لذلك كانت طبائع وصفات كل منهم مختلفة عن الآخر. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يخلق الجن قبل الإنس، وهذا ما تدل عليه الآيات الكريمة حين خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له. وقد كان إبليس من بين المأمورين بالسجود، إذ أكرمه الله تعالى كما ورد في الأثر بأن جعله من ملائكته المقربين لاجتهاده في العبادة لله، ولكنه أبى إلا عصيان أمر الله، فكان من الأشقياء الملعونين. إذن ما هو الفارق بين الجن والشيطان؟ الجن هو اسم لجنس الخلق ونوعه، وهو من جن أي ستر وتغشى، فيقال جن الليل أي ستر وتغشى. وسمي الجن كذلك لأنهم مستورون عن أعين البشر بعيدين عن أنظارهم. أما الشياطين فهم العصاة المخالفين لأمر الله الحائدين عن منهجه من هذا النوع والجنس. والشيطان اللغة من شطن أي بعد، وسمي الشيطان كذلك لأنه بعيد عن رحمة الله تعالى. وبالتالي فإن الجن ينقسمون إلى قسمين: جن مؤمن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه وفد جن نصيبين فاستمعوا إلى القرآن الكريم فآمنوا برسالة الإسلام، وقد طلبوا من النبي الكريم الزاد، فدعا لهم الله تعالى ألا يجدوا روثاً أو عظماً إلا كان طعاماً لهم. والقسم الثاني من الجن هم الشياطين، وهم جن كفار عصاة من جنس إبليس عليه لعنة الله، وهم من حملوا على عاتقهم المهمة الكبرى في إضلال البشر والوسوسة لهم. وإن من خصائص النوعين من الجن عدم قدرة البشر على رؤيتهم، وهم يتمثلون في هيئة أصناف من الحيوانات والبشر. ولقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الطرق لنكف عن أنفسنا أذى الشيطان، ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذلك بأن يقول المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قراءة سورة البقرة في البيت بشكل مستمر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قراءة المعوذتين، وذلك بقراءة سورة الفلق وسورة الناس 3 مرات في الصباح و3 مرات في الليل قبل النوم. قراءة آية الكرسي، وهي آية موجودة في سورة البقرة تحصن المرأة وتحميه. قراءة خواتيم سورة البقرة، وهما آخر آيتين فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.